السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. لا عليك ما كركمين وسبيريلاينا وكلوريلا مسائل هذه الفطر الريشي هذه. المغرب والجزائر وتونس يعني طلعوهم بهذا الفطر الريشي، كل الناس شاري الفطر الريشي وكيسولوني انا ما تكلمت عن الفطر الريشي، انا ما تكلمت عن الفطر الريشي. هذه تجاره فقط لا علاقه لها بالطب ولا بالعلاج، تجاره منتوجات يعني اسيويه داخل صاحبها صيني تتباع في البلدان، تجاره عنده الحق يبيع طبعا جينتي، ولكن الناس الفطر الريشي يعالج السرطان هذا كذب، الفطر الريشي يعالج القولون كذب، الفطر الريشي يعالج رطوبه المعده كذب. الله يكرمكم والله يجازيكم بخير. يعني لماذا الدكتور فايد لم يتكلم عن الفطر الريشي؟ لماذا والناس كلهم يتهافتون ويبيعون لكم الفطر الريشي في الازقه وفي المنازل وفي العمارات وحتى في المساجد، كهنوتيات يبيعون الفطر الريشي الان في المساجد، شيء غريب والله شيء غريب. كيف يترك الناس معلومات؟ يعني هذه معلومات دكتور وليس معلومات اي احد، يعني الدكتور فايد يتحدى العالم وليس يعني هاد الناس اللي الان يتكلمون عن الفطر الريشي وعلاج الريشي. انا لا اتكلم الفطر الريشي لا يعالج، الفطر الريشي ماده غذائيه يستهلكونها في اسيا عندهم موجوده رخيصه كل الناس يستهلكونها، ليست عجب جاءت من الجنه، ليست شيء عجب خارق للعاده. الناس سمعوا الجرافيولا مشاو الجرافيولا، الناس كيسمعوا الكركمين مشاو الكركمين. يا اخوانا شدوا فلوسكم عندكم والله يخليو معكم فلوسكم، ربما تحتاجوهم شيء اخر، شيء غريب والله. احنا لخصنا لكم العلاجات في الدنيا كلها في البروبوليس، الناس لا يريدون الله ما هذا حظنا، يعني سبحان الله كيف يصدق الناس هذو الكذابين النصابين ولا يصدقون المعلومات. ونحن لا نطلب منكم أي شيء ولا نبيع ولا نشتري، والشيء الذي خلاني لا أبيع ولا أشتري هو هذا، لكي لا يقول الناس إنه يشهر منتوجاته. يتكلم عن هذا المنتوج لأنه يبيعه وكان شخص على بعض الفضائيات الكهنوتية الكبرى، الفضائيات الشرقية كهنوتية يتعمل القرآن ويأتون به، كان شخص هو يعني طبيب سوري أظن، وكان يتكلم عن زنجبيل ويتكلم عن كذا وعن كذا وآيات قرآنية، وهو يبيع المنتوجات، هو عنده شركة يبيع هذه المنتوجات، زيوت طيارة وهذه زنجبيل وهذه الأشياء وهذه. أنا لا أبيع لا أشتري، العلم لا يباع ولا يشترى، وصاحبه يكون فقير. لا ثبت عن العلماء أنهم كانوا أغنياء وكانت عندهم طائرة خاصة ولا حتى فيلا، العلماء كلهم كانوا متواضعين، والعلماء أنا أتكلم عن العلماء وليس الآخرين، علماء الكون. يعني الناس الآن سبحان الله يريدون أن يغتنوا بالعلم، كاين بيع والشراء كاين التجارة البزنس وكاين العلم، العلم عنده أصحابه يكتفون بخبز، ولكن العلم والله ما تقدر تحداه، جيعان ولكن يتحدى العالم، لأن يعني العلم هذا هو القوة العلم، ولكن الناس هكذا نشر الأكاذيب والأباطيل كيمشي بسرعة يعني يصل إلى الناس بسرعة. هذا الذئب الحمامي وبروبوليس مع غذاء الملكات و كذلك هذه حمض الأوميغا 3 لا بد منه، ثم لأن الليبيس هو مشكل الدم، لأن هذه المضادات يعني تمشي للأعضاء وشيء خطير، وغالبا الذئب الحمامي هو الكلية وكذلك البنكرياس، كتضرب وتتضرب الاثنين وتضرب الثلاثة، ربما الشخص تضرب له البنكرياس وتضرب له الكلية. يعني علينا هذه أشياء، يعني لما الشخص يقول له الطبيب بأن لقد وصلت إلى الكلية، الحل أين؟ لا حل، ليس هناك حل، لقد وصلت إلى الكلية ومن بعد. يعني انتبهوا جيدا، الله يرضى عليكم والله يجزيكم خير، انتبهوا جيدا وعالجوا أنفسكم، عالجوا أنفسكم. أنا أقول لكم لا شيء، هناك لا شيء، أنا أطلع على جميع الأبحاث التي تنشر، لا عليكم ما يزهق شي بحث، يعني أنا أعرف ما ينشر وأعرف البحث العلمي أين وصل وأعرف الأمراض الآن التي يعني الناس لو علمها الناس إن لا فزعوا منها، ولكن نتكلم مع الناس بأدب وعليم، لماذا نفزع الناس في الأخير؟ اللهم يبقى الناس هكذا عندهم أمل في الطب وفي العلاج وفي هذه المسائل هذه، أحسن ما نقول للناس ليس هناك علاج وكذا، يا سيدي خليه ياخذ كورتيكويدات، خليه ياخذ مضادات وأشياء هكذا، ما هذا أمل تعطيه أمل، ولكن في الأخير هذه الليبس لما يبدأ يضرب الكلية ماذا يعملون لها؟ اسألوهم في أمريكا وفي أوروبا، والله اسألوهم في أمريكا لما الليبس يضرب الكلية ماذا يعملون؟ لا شيء. اسألوهم، أنا أقول اسألوهم يا عباد، هذا تحدي من دكتور حي، اسألوهم في ألمانيا وفي بريطانيا وفي أستراليا وفي كوريا وفي اليابان، اسألوهم لما الليبس يعني يضرب الكلية لا شيء، لما يضرب البنكرياس ماذا يعملون له في الأخير؟ لذلك أقول لكم يعني لا تتركوا الأمور تتفاقم وتبقوا معولين على، أنا عملت تحليل، أنا قال للطبيب، أنا قلت له، قال لي، قالوا لي، سمعت كذا. يا إخوانا تضيعوا الوقت، والله تضيعوا الوقت، تأتيكم المعلومات بالمجان، ما طلبنا منكم لا مال ولا شكر. بروبوليس غذاء الملكات، حمض الأوميغا 3، البروبايوتيك، ثم النظام الطبيعي طبخ المنزل، لا تأكلوا خارج البيوت،
وكذلك هذه الأشياء تجنبها، الأشياء التي تكلمت عنها، لأنه أنا رأيت ناس يذهبون إلى البحر وما عندهم لبس، نساء تذهب إلى البحر وتتعرض للشمس وهي عند اللبس، عند الذئب الحمامي. الله استغرب يعني، والله لا استغرب، استغرب يعني، يجب إعادة النظر في كل شيء حتى في العلوم. يعني كيف يعقل الناس أن العلوم 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 في الأخير ولو معلومة لهذه السيدة يقولوا لها بأنك يجب أن لا تتعرضي للشمس، أشعة الشمس مباشرة، أما ضوء الشمس مش مشكل، ضوء الشمس وتغطي وجهها إن أمكن، مهم الجسم راه مغطي، ولكن الناس الآن يلبسون هذا النصف كم ويلبسون الشورت وأشعة الشمس مباشرة وكيخرجوا للشمس، يعني هذه شيء خطير. أما هذه الأدوية، هناك من يستعمل أدوية، والأدوية اللي فيها السلفة هي الأدوية المستعملة الآن، هي كثيرة هذه السلفاميدات والعائلة هذه وما جاورها. يعني حاول طبيب يبدل لك الدواء، يغير الدواء، ما يكونش فيه السلفات، ما يكونش فيه السلفات فقط، ثم أشعة الشمس. ولما يرى الشخص هذه العلامات، انتفاخ حول العين وكذلك بعض احمرار في الوجه، يعني في هذا، ثم كذلك انتفاخ على مستوى المفاصل، يعني يكون انتفاخ، وبعض الجلطات على الجلد، تظهر بعض يعني بقع حمراء طويلة يعني على الجلد، هذه لازم الشخص يعني يخبر الطبيب، ويشك في الليبيس، يعمل تحليلة، ولازم يشخص الليبيس في أقرب وقت. كثير من الحالات الآن، ومنهم بعض البنيات عندهم 16 سنة، كاين بنيات عندهم 16 سنة و18 سنة في الرباط وفي الدار البيضاء في بعض المدن، حالتهم ممتازة، حالتهم جيدة، ما عندهم مشكل. يعني حتى أن الطبيب كان يشك في البنكرياس بأنه بدأ يتقاس، يعني بدأ شيئا ما، لكن بعد تناول البروبوليس وغذاء الملكات يعني حالتهم تسوات، ما عندهم مشكل. ربما يبقى الأوتو أنتيباديز مرتفع في الدم، نعم، لأن يعني ربما شخص مجيد، لكن لما يعمل تحليلة يرى بأن الأوتو أنتيباديز يعني طالع، ويقول يعني لا، الأوتو أنتيباديز يبقى طالع ماشي مشكل، لكن لأنه يتطلب مدة، لازم حصة حجامات، ثم يبقى الشخص على النظام إن شاء الله، وما يكون عنده، ما يكون عنده مشكل. الشباب يتعالج بسرعة، يعني الأعمار 30 وتحت، يعني الأعمار فوق 50 صعب، لكن يتعالج، كل الناس يستفيدون. لماذا؟ لأن الشباب جسمه نشط، لازالت الأنزيمات والهرمونات والمسائل شغالة يعني بقوة. الناس 50 و60 سنة بدأ النقصان، الجسم بدأ يفقد بعض الأشياء، بدأ الكوليسترول يرتفع، وبدأت الأنزيمات تتراجع، بدأ السكر يرتفع في الدم. طبعا ليس اللبس فقط، لكن دائما العلاجات 50 سنة فما فوق، حتى العلاجات تبدأ شوية تعقد. وليس هذا الشباب، يعني هذه اللبس اللي عنده لبس يعني من 14 حتى 30 سنة يتعالج بسهولة بدون أي مشكل وبلا هذا. إنما اللي عندهم أموال وعنده بنت جميلة ويريد أن يعالجها وتذهب إلى بريطانيا وإلى ألمانيا وإلى أمريكا، دور العالم كله ترجع للبروبوليس، قضي الأمر، وإلا هذه البنت هذه غدا ستبقى مع الأدوية ومع معقدة، والمرآة دائما تنظر إلى وجهها إلى آخره. اربح الوقت، اربح الوقت، يعني اختصر الطريق، خذ يعني تناول بروبوليس وغذاء الملكات والمسائل، ثم اذهب عند الطبيب وشوف الطبيب ماذا سيقول لك، ولكن تناول بروبوليس اولا ثم اذهب الى الطبيب ان شاء الله. هذه الامراض سنبقى معها لانها كثيره، كثيره الان، وليس هناك شخص ليس له امراض من عيادتها، فقط ان الناس لا يعلمون، يعني حسب تقديري الشخصي، تقدير الدكتور محمد، يعني غالبيه الناس، يعني ولا ابالغ اذا قلت حتى 90% الناس عندهم امراض من عيادتي بعد ازمه 2019، لكنهم لا يعلمون، فقط انهم لا يعلمون. أما لو شخص يعني علين، لما تظهر عندك أعراض الأمراض المناعية الذاتية يعني وصلت إلى طورها جيد. أما الأمراض المناعية الذاتية في البداية لما تبدأ، ما يعني كيف تشخص؟ يعني هذا هو المشكلة. أما لما تظهر العلامات يعني فقد هذا المرض فقد استوطن الجسم، يعني أخذ الجسم، يجب أن تتنبه قبل أن تظهر العلامات وقبل أن تظهر السيمتومز، يعني من الأحسن. إن شاء الله خير ودائما خير. أظن أن المعلومات كافية جدا للناس، ويبقى دائما النظام الغذائي ممنوع المصبرات والمعلبات والمقليات والحلويات والمصائب، ثم اتباع النظام بطبخ المنزل، وألا يأكل الناس خارج البيوت. الأمراض المناعية الذاتية ممنوع الأكل خارج البيوت، حتى عند صديقك أو عند أختك أو عند أمك أو عند أبيك إذا ذهبت، لأن علينا هذه الأمراض يفهمها الشخص الذي هو مصاب بها. لا بأس تزور أمك، ما عندك مشكل، تعنقها ويعني وتبقى معها وتدعي معاك إن شاء الله وتضحك في وجهها، نعم جيد، ليس بالضرورة تأكل عندها، ولكن هي علي، أمك ستطبخ بزيوت المائدة أكيد، وأنها ستقدم لك لحم أكيد، ستقدم لك حلويات لأنها فرحانة بالضيوف، لكن لا، أمراض مناعية ذاتية لا، الصحة أولا.